بنبدأ المحور الأولاني وجود موسيماني في النادي الأهلي بما يتعلق برؤية فنية، وإحنا كنا اتكلمنا في البيت الكبير كمان بما يتعلق بناحية تسويقية وردود الأفعال اللي حصلت خاصة في القارة الأفريقية وجنوب أفريقيا بانتقال موسيماني كأول مدير فني النادي الأهلي أفريقيا من القارة الأفريقية. كابتن شريف، هاخد من كلامك وكلام سهام اللي هو التحدي. وجود موسيماني تحدي، تحدي كبير جدا يعني. وجود موسيماني بالشكل اللي احنا اتفرجنا عليه في الوقت الصغير اللي هو كان موجود فيه، تحدي لتغيير الفتره اللي فاتت دي كلها، تغيير الكورونا، تغيير 3 اشهر فاتوا، تغيير مفاهيم، تغيير رجوع لعيبه، تغيير فهم كل لاعب ازاي هو عايز منه قد ايه، وسال على كل الناس يعني حافظ يعني عارف الفرقه كلها وعارف الفرقه اللي هيلعبها كمان لانه كان في المجموعه بتاعتها. فموسيماني ما تحسش بغربه في وجوده، ابتسامته واستهلالته في وسط الملعب، حبب اللعيبه بسرعه فيه على نفس الشكل اللي حاول فايلر اول ما جه يعمله الحقيقه يعني. فكان ليه كم كبير قوي من التوفيق. احنا التحدي اللي احنا عايزينه اللي هو هيبقى طالع من الشكل اللي انا شفته في اخر مباراه دي، طريقه اللعب، حب اللعيبه، التحركات اللي بيتحركوها، الضغط على الخصم، كل ده شفناه يمكن هاني انت حاسه في 45 دقيقة أولانية. يعني شكلهم حلو في الملعب، عايزين يقولوا حاجة، الفرقة كلها عايز تقول حاجة. يعني أنا بتفرج على الجون الثاني مثلا، الجون الثاني ده حاجة تريح الأعصاب. صحيح. الشكل بالنقل بالتحركات بالرؤية مع اللعيبة كلها بتلعب مغمضة يعني، وحسين عملها كده اللي فتحي عملها لمروان كمان عملها بشكل كويس قوي. السينك وعمل مروان، احنا بنجمع مروان دلوقتي اللي بيهدى وبيحط الكره ببطن رجله. صحيح. اللي الاولانيه طريقه اسلوب لعب سان داونز مع موسيماني اللي هو سرقه الاثنين اللي ورا بالسنتر فيرود السريع اللي كان عندهم، فبتلعب له الكره العاليه فيعمل نفس الشيء مروان ويستقبل الكره ويحط الكره اكن هو اللي كان بيلعب معاه في سان داونز. هاخد من